السلام عليكم، معاكم الفيديو الخامس. معاكم احمد حسين. النهارده ان شاء الله هنبدا نشتغل على كل السويتشز اللي موجوده في اللي هي الاون اوف سويتش الموجوده في الاب ديزاينر. هنفتحه، تمام. نكتب اب ديزاينر في الكوماند ويندو، هيظهر معانا الشاشه دي. اوكي، احنا ممكن نصغر البانل دي شويه. اليو اي فيجر دي هي اللي هتظهر معانا، ده حجم الابلكيشن هيظهر معانا كده. فهعمله ازاي؟ ان انا فين السويتشز؟ اهي دي السويتشز. انا عندي السويتش ده السلايد سويتش، اوكي، وعندي الروكر سويتش اللي هو زي الزرار عادي، وعندي، تعال نكبر شوية، وعندي الدوجل سويتش. اوكي، ماشي. احنا مش عايز ده في حاجة، انا اسف، انا اشيل الاسم بس. ماشي، وهنشيل ده كمان، الاسم ده انا مش عايزه في حاجة. ماشي، طيب ده كمان مش عايزه في حاجة، فأنا ممكن نحط ده هنا كده، نحطهم جنب بعض، نحط ده جنبه هنا. ماشي، وبعد كده نحط لام مثلا. ماشي، واللام ده احنا مش هنشيل الاسم بتاعه، مش محتاجه في حاجة. اوكي، ونكبر شكل اللام شوية. ماشي، نسميهم بقى، يعني مثلا ده هنسميه روك على طول سمول كده، ده هنسميه دوجل. ماشي، ده هنسميه سلايد، وده هنسميه لامب. خليها كلها سمول عشان نبقى ما نتلخبطش. نخلي الديفولت بتاع الابيض، يبقى الديفولت ابيض، تمام كده. ماشي، ولا نخليه، لا نخليه، بس هنخليه احمر. الاحمر ده في اللي هو الاوف. اول ما يبقى اون يبقى بلو بقى. اوكي، طب ده اعمله ازاي بقى؟ هرجع هنا، هعمل اد فاليو. اوكي ماشي، من كول باك، تمام. اهو تمام، قال لك ان الفاليو هي الاب سلايد فاليو، هي نفسها الفاليو دي. وانا هعمل بقى ايه؟ هنعمل اف ستمنت، والاند بتاعها ما ننساهوش. الاف دي فيها ايه بقى؟ نقول انا دلوقتي الفاليو اللي طالعه من الاب سلايد فاليو دي بتبقى ايه؟ لا اون لا اوف، بتبقى سترنج وبتبقى اون لا اوف، تمام كده. فطبعا انا عايز اقارن سترنج، هقارنها ازاي بقى؟ هعمل حاجه اسمها سترنج كومباريزون، اس تي ار سي او ام، لا سي ام بي، معلش سي ام بي، يبقى سترنج كومباريزون. بعد كده احط الفاليو، ماشي، وال القيمة، القيمة اللي هي ايه؟ اون. ماشي، حلو قوي. لو ملاحظة تلاقي ان الاو كابيتال والان سمول اهي موجودة هنا، فين اهي الاو كابيتال والان سمول. فاهي، ماشي. لو دي اون ده هتعمل ايه؟ هتعمل اب لامب، نفس الاسم اللي مكتوب هنا اهو، اب دوت لامب والال سمول. ايه بقى؟ كلر بقى، حط السي ايه كابيتال، هتساوي لو اون خليها بلو. ممكن نعملها بي او نكتب بلو او نختار، احنا عارفين ايه ار جي بي، يعني ايه 0 0 1، تمام. هي مش فارقه خالص، انا هعملها كده كمان. ماشي، طب ايلس لو مش اون هنعمل ايه؟ هنعمل اب دوت لامب دوت كلر. احنا قلنا ايه؟ هنعملها بطريقتين، سيمي كولون بس ما ننساهوش. لريد نكتب ريد كده عادي، او ريد او ار سمول، او نحط ار جي بي. نعرف ار جي بي يعني ار بواحد، زيرو جرين زيرو بلو، بس كده. هي تمام كده. ممكن نكتب كومنت ريد، نكتب كومنت بلو. اوكي، الريد ده اللي هو الديفولت بتاعه، البدايه بتاعته، لو فاكرين البدايه بتاعته كانت ريد اهي، اللي هو كله اوف يعني. خلاص، اوكي، هناخد بس ده كوبي كده، معلش بس كده. انا كده خلصت انهي واحده؟ خلصت السويتش، طب السلايد، طب انا عايز الروكر، طب اعمل ايه؟ هبرضك عم اشوف الكول باك بتاعه. ماشي، اوكي، هو ده، حطه بس كده. تعال انت ارجع شويه. ماشي، واخد ده كده كوبي. ماشي، بعد كده ما انا رايح على هنا، اعمل كول باك واعمل ده برضك، اعمل اوكي.
هو نفس الكود بس كل واحدة ليهم ايه، ليها فانكشن معينة. دي بتاعت الروكر، دي بتاعت الدوجل. نحط بس شكرا، مش هنعمل حاجة تاني. ونعمل run، يقول لي سيف. ماشي، الاكستنشن بتاعه بيبقى ماتلاب. بسم الله الرحمن الرحيم، ماتلاب ابلكيشن ل ام ال اي بي بي. ماشي ماشي، سيشن فاير. بسم الله، المفروض هيرمني دلوقتي كده معانا. اوكي، فتح معانا اهو يو اي فيجر. ده اليوزر انترفيس فيجر. طبعا ده بيظهر معانا واحنا فاتحين الماتلاب. احنا ممكن نعمل له باكج او نسيفه بره، تمام كده، بحاجه اسمها ديبلوي تول. انا عاملها فيديو لوحدها مفصل ازاي اقدر اسيف الابلكيشن ده نستخدمه كديسكتوب ابلكيشن، بس لازم يكون مسطب الماتلاب، بس ينفع تستخدمه غير ما تفتح الماتلاب. تمام، تعالى بقى ايه، هو كله ريد، ده هو كله اوف. تعالى نعمل ده اون بقى بلو، نرجع تاني اوف بقى ريد. اوكي، نخلي ده اون بقى بلو، نرجع تاني بقى ريد، نخلي ده اون بقى بلو، نرجع تاني بقى ريد. اوكي، بس كده خلاص. طبعا زي ما قلت لكم، احنا عشان نفتح الابلكيشن ده كده لازم نفتح الماتلاب. لو انت عايز بقى تحفظه كديسكتوب ابلكيشن وتفتحه بدون ما تفتح الماتلاب، بتعمل حاجه اسمها ديبلوي تول، وبعد كده بتعمله زي باكج كده وهو بيسيفه. ممكن تعمله ويب، يعني ترفعه على الانترنت، او تعمله ديسكتوب ابلكيشن، بس محتاج الماتلاب كومبايلر، يعني ده مهم. تمام، نتقابل ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.